احنا سبق وجدنا وبالتالي المفروض انه normal person يفترض بانه cardiac output يساوي venous return. ليش؟ لانه انا عندي دوره. الخطا هو عباره عن كان تخيلها انه سلسله من الاحداث. الحدث الاول يؤدي الى الثاني، والثاني يؤدي الى الثالث، والثالث يؤدي الى الرابع، فبالتالي معناته انه يصير عندك خطا في اي حلقه من الحلقات، هاي الدوره ما تكمل. لكن عند الانسان الاعتيادي هنا ما احنا بنتكلم في السوري، فمعناته انه احنا بنتكلم عن normal person. فالمفروض انه ثيوريتيكلي المفروض انه الكاريك اوتبوت يساوي فينوس ريتيرن. فبالتالي من عندها احنا طلع عندنا مفهوم انه الكاريك اوتبوت كيرف والفينوس ريتيرن كيرف. مثل ما تلاحظ انه هنا أنا عندي اذا خليت على الاكس اكسس مالتي رايت اتريال بريشر، على الواي اكسس مالتي ممكن اخلي الكاريك اوتبوت او الفينوس ريتيرن. لكن مثل ما تلاحظ انه الكيرفين واحد عكس اللون، بمعنى انه هنالك تدرج عكسي ما بين الرايت اتريال بريشر والفينوس ريتيرن، وهناك تزايد طرفي ما بين الرايت اتريال بريشر والكاريك اوتبوت. من عندهم طلع عندنا شيء اسمه الكاريك اوتبوت كيرف والفينوس ريتيرن كيرف. ليش؟ لانه اساسا تحديد حضره القلب دفع الدم لحظه بلحظه هو معناته الكاريك اوتبوت كيرف، وتحديد جريان الدم في الدوره الجسمانيه نحو القلب هو الفينوس ريتيرن. وطبعا اكيد راح يتلاقون في نقطه اللي يتساوى بها الكاريك اوتبوت مع الفينوس ريتيرن، واللي هو يساوي تقريبا رفلي بدون الاعتبارات فيما يخص البادي سيرفيس اريا والويت والهاي، تقريبا عند الادلت هو تقريبا 5 لتر بالدقيقه الواحده. خلينا ناخذ اول واحد هو الفينوس ريتيرن كيرف، وتلاحظ انه الفينوس ريتيرن كيرف الى اكثر من تسميه، فهو عباره عن فاسكولار ريتيرن كيرف او فينوس ريتيرن كيرف او سيستميك فاسكولار فانكشن كيرف. مثل ما تلاحظ انه احنا الاكس اكسس مالتنا راح يكون هو الرايت اتريال بريشر، والواي اكسس مالتنا هو الفينوس ريتيرن، بين قوسين هو الكاردياك اوتبوت. طبعا اكيد انه اني من هاي العلاقه شو استنتج؟ انه هنالك علاقه عكسيه ما بين الكاردياك ما بين الفينوس ريتيرن والرايت اتريال بريشر، وهذا احنا سبق ان وضحناها في اكثر من مناسبه. ليش؟ لانه احنا قلنا انه الدم حتى يرجع الى القلب حتى يوصل الى الاتريوم يجب ان يكون هنالك فارق بالضغط، فبالتالي معناته انه اقل كميه من الاتريوم تعطيني احسن فارق بالضغط مع الفين، فبالتالي يتحسن الفينوس ريتيرن. بين قوسين بمعنى انه انت كل ما زيدت الاتريال بريشر كل ما الفارق قل كل ما الفينوس ريتيرن قل، صح ولا لا؟ اذا اخذنا بنظر الاعتبار او قلنا انه الفينوس
بريشر كان بقثار، فمعناته انه انت كل ما يكون عندك الاتريال بريشر الفارق يكون اقل، فالفينس ميتر راح يكون عندك اقل. وهذا اللي تلاحظه في هذه العلاقه العكسيه، انه انت كل ما يقل عندك الاتريال بريشر كل ما معناته انه الفينس ميتر راح يقل. كل ما يزيد الفارق كل ما الفينس ميتر راح يزيد. اوكي، كل ما الفارق يقل كل ما الفينس ميتر راح يقل. لاحظ انه اكو مساله مهمه جدا، انه احنا من نوصل الى الرايت اتريال بريشر يكون صفر راح نوصل الى مرحله البلاتو. السؤال هو لماذا؟ بمعنى واحنا سبق ان وضحنا قلنا يا اخوان ترى الرايت اتريال بريشر مالته هو صحيح صفر لكنه يتذبذب مع تغير التنفس وهو تقريبا زائد 2 الى ناقص 2 لكن كمتوسط راح نقول عليه صفر. طب دون الصفر، دون الصفر مالتنا هنا راح تلاحظ انه وصلنا الى مرحله البلاتو. طيب ليش البلاتو؟ لسبب بسيط جدا، انه انت بالاساس انه قيمه الصفر مالتي هي تساوي الاتموسفير بريشر. طيب الان نستعيد بعض المعلومات ونعيد الكلام مالتنا. سبق ان قلنا يا اخوان انه الفارق ما بين الاتريال بريشر والفينس بريشر هو احد العواملين المهمين جدا اللي يتحكم بقيمه الفينس بريشر. كل ما الفارق يكون اكبر كل ما معناته الفينس ريتر اكبر بناء على هذه المعادله. فهنا العلاقه الطرديه ما بين الفارق ما بين الفينس ريتر وعكسيه مع الريزيستنس، وهذه مساله متوقعه انه كل ما الريزيستنس مالتك يكون اكبر كل ما معناته انه هناك موانع للرجوع فبالتالي يتاخر عمليه الفينس ريتر. من هذه النسبه اذا تجي تقول ايش قد قيمه الفينس ريتر بصوره مثاليه هو قيمته 5 لتر بالدقيقه الواحده. ليش؟ لأن إذا أنت اعتبرت أن السيستميك فينس بريشر اللي هو راح نوضح بعد شوي شنو هو يساوي 7 والأتريال بريشر هو 0 والريزيستنس هو 1.4 فمن نتعوض عن هاي المعادلة بهذا الأرقام يطلع الفينس ريتر مالتنا هو 5 لتر بالدقيقة الواحدة. ترى بقدر أقول إنه خلص زيه زي الكارديك أوتبوت وخلص؟ واحنا متفقين إنهم متساويين. خلص. واحنا متفقين إنهم متساويين، هذه مسألة يعني هذه المسألة ما يصير عندنا فارق الا في الباثولوجي كونديشن مثل هارت فيلر. ما يصير عندنا فارق. نورمال بيرسون لازم يكونوا متساوي، لازم. اوكي؟ نجي ناخذ مثل ما قلنا، تلاحظ انه الخطوه الاولى مالتي انه يصير عندي بلاتو بعد الصفر ما يصير عندي زياده بالفينس ريتر، طب ليش؟ لسبب بسيط جدا انه انت بالاساس من وصلت الى مرحله الصفر وكلمة الصفر مثل ما قلنا معناته انه الاتريال بريشر يساوي الاتموسفيريك بريشر. من نزل جوا الصفر مالتنا الاتريال بريشر مين يكون ناقص بمعنى اقل من الاتموسفيريك بريشر يقوم يشفط الدم من الفينس. والدليل على ذلك انه انت من توقف راح تشوف انه الفينس بريشر بالنيك يكون اقل من الصفر. فمعناته انه انت كل ما تنزل الرايت اتريال بريشر لحد ناقص 50 ملم زئبقي واقع الحال انه الفينس تنطبق. ليش؟ لانه اكو عندنا شفط ما الدم مالتها باستمرار فالفين وول تنطبق فبالتالي معناته ما يصير بها دم وبالتالي معناته عمليا انه راح تسكر الفينس فيتوقف عمليه الانتقال مالتها. وهذا طبعا يعني مع الاسف الشديد احنا من كنا طلاب كانوا يعلمونا على جثث حقيقيه، يعني احنا من كنا درسنا بصف ثاني كان عندنا جثه. من تباوع على الجثه تلاحظ انه الفين تكون مطبوقه بينما الارتري مفتوحه. وهذه سببها ليش؟ لانه انت من تفرغ الدم من الفينس فيصير عندنا راسا تنطبق على بعض سكر. والارتري تظل مفتوحه وهذه مساله منطقيه لانه هنالك فارق في السموث ماسل كونسنتريشن ما بين ارتيريال وول والفينس وول على العموم. ننتقل الى الذراع الاخر وهو داون سلوب. داون سلوب مالتي كل ما يقل عندي الاتريال بريشر كل ما كميه الفينس ريتر راح تقل. هذه مساله منطقيه لانه احنا قلنا انه عمليا الفينس ريتر يعتمد على الفارق بمعنى انه اذا ثبتنا الفينس بريشر كل ما يتزايد كمية الأتريال بريشر كل ما الفارق يقل فالفينس ريتر يقل. لكن النقطة اللي أريد أثيرها هي نقطة هاي الصفر هاي نعم. هذه إحنا نسميها مين سيستميك فيلينج بريشر. شنو معناه مين سيستميك فيلينج بريشر؟ لاحظ أنه إحنا قلنا
انه الفارق بين الاتريال بريشر والفينس بريشر هو اللي يحدد الكميه اللي راح يصير عندنا بيها فينس اوتر. لكن عندنا مشكله انه الفين بريشر هو ليس متساويا، فاحنا كل ما نتقدم باتجاه الهاب قيمته راح تقل. طيب اريد رقم يكون يكافئ متوسط البريشر بالفينز، يكافئ متوسط البريشر في الفين. شنو هو هذا؟ هو مين سيستميك فيلينج بريشر. شلون حسبنا؟ حسبنا انه جينا اخذنا على سبيل المثال حيوان مختبري، جينا راسا سوينا له صعقه كهربائيه، توقف القلب مباشره، الدم استقر بمستوى واحد على كل الفينز، حسبنا طلع مين سيستميك فيلينج بريشر. اذا هو يمثل متوسط البريشر لكل السيستميك سيركوليشن، فسموه مين سيستميك فيلينج بريشر. طيب قيمته ايش كان؟ قيمته 7 ملي متر زر. اذا معناته انه انا اشوف انه الان من اوصل الى قيمه البريشر اللي يكون بيها صفر، هو واقع الحال يكون بيها الرايت اتريال بريشر زين لا يستطيع ان يستقبل الدم، فبالتالي معناته الفينس ريتن يصبح صفر. عشان اذا معناته انه المين سيستميك فيلينج بريشر هو الوقت اللي يكون بيها الفينس ريتن صفر، اللي هي يتقاطع بيها الكيرف مالتي مالت الفينس ريتن مع الاكس اكسس. زين الان مين سيستميك فيلينج بريشر نحكي اذا نتكلم كنا اذا نتكلم عن السيستميك سيركوليشن او البلمنري سيركوليشن. البلمنري سيركوليشن تتميز بانها هي فاسكولار كاباسيتنس، بمعنى انها لها قدره على استيعاب كميات كبيره جدا من الدم، وهذه مساله منطقيه لان احنا قلنا انه البريشر في البلمنري سيركوليشن يكون اقل من السيستميك سيركوليشن، ولها اسباب كثيره وضحناها سابقا، انه الهارت قريب من الرئتين، ما نحتاج الى ضغط عالي، نحتاج الى شرايين تكون الجدار مالتها ضيقه، لا تكون قليله حتى نوسع عمليه التبادل الغازي الى اخره الى اخره. طبعا هذا من باب اولى انه بالارتريز راح ينطبق كذلك على الفين، بمعنى انه البلمنري فاسكولار فينز يكون فيها البريشر يكون اقل. فبالتالي هي تعتبر احد المواضع اللي ممكن ان تستوعب دم، فلذلك سميناها كاباسيتنت فيسلز. ليه سميناها كاباسيتنت فيسلز؟ لانه اساسا نشوف انه البريشر في السيستميك سيركوليشن بالبلمنري سيركوليشن سواء كان السيستول او الدايستول يكون اقل من السيستميك. السايز مالتها يكون اكبر. البريشر بيها يكون اقل، فهي تعتبر اذا هي كاباسيتنس بس لانه لها قدره على التوسع، فبالتالي معناته انه ممكن انه انا اضغطها واطلع من عندها الدم وادفع على السيستميك سيركوليشن، ولهذا السبب سميناها كاباسيتنس بس. نجي ناخذ الان بماذا تتميز؟ بانها تكون ات هاز لو بريشر اند هاي كومبلاينس. فلذلك من قلت مين سيستميك فيلينج بريشر، ولاحظ انا استعملت مين سيستميك فيلينج بريشر. هنا راح تمثل السيستميك سيركوليشن والبلمونري سيركوليشن، لانه الدور مالت البريشر مالت البلمونري سيركوليشن قليل. واحنا السبب ليش؟ لانه وضحنا قلنا انه البريشر في الفينز مالت البلمونري سيركوليشن هو اقل من السيستميك سيركوليشن. مثل ما الارتري اقل بالبلمونري من السيستميك فهو كذلك بالنسبه للفين. فلذلك تشوف انه البلمونري سيركوليشن تتميز بماذا؟ بانه ات هاز ليتل كاباسيتنس، فهي 1/8 من الكاباسيتنس مال السيستميك، يعني كميه الدم اللي موجوده في البلمونري سيركوليشن هي اقل بمقدار الثمن من السيستميك سيركوليشن، هذا واحد. اثنين ات هاز ليتل ريزيستنس، وهذه متوقعه لانه ضغط بيه اقل، فبالتالي الريزيستنس بيه اقل بمقدار ثمن. هي تعتبر كمية الدم اللي بيها كريزوفوار، ولأنه حجم الدم بيها قليل فبالتالي هي حشر كمية الدم اللي تقدر أن تنطينا إياه أثناء الحاجة مقارنة بالسيستميك سيركوليشن. نجي الآن للتأثيرات. لو افترضنا أنه جيت زيدت الفينس روتان من خلال انطيت فيوجن، سواء روتان من خلال انطيت فيوجن، سواء هذا الفيوجن نورمال سلاين او بلاد،
أو سويت sympathetic stimulation أو انطيت أدوية سوت sympathetic stimulation وسويت فينو constriction. هاي الأربع حالات عندي كيف يمكن لها أن تؤثر على الفينس ريتان أو الفينس ريتان كيرف؟ أربع حالات: زيادة الفوليوم من خلال diffusion طيب دم أو saline، سويت sympathetic stimulation سويت فينو constriction، كذلك انطيت دراج سويت sympathetic stimulation وسويت فينو constriction. لاحظ أن الكيرف ماتي الآن راح يصير بي shifting upward and to the right، صار بي shifting upward to the right اللي هي الأربع حالات اللي قلناها. ما هي؟ sympathetic stimulation أو drug سوت sympathetic stimulation، إذا انطيت infusion سواء fluid أو blood. تلاحظ أن الكيرف ماتي ارتفع باتجاه اليمين إلى الأعلى. شنو السبب بها؟ السبب هنا لأنه أساساً من سويت فيني كونستركشن أو انطيت سوائل البرشر في الفين زاد، معناته أنه مين سيستميك فيلينج برشر زاد. إذا معناته أني الكيرف ماتي أو الفارق بين الأترية والفين زاد، إذا معناته الفينس ريتيرن زاد، فالدفع ماتي باتجاه الرايت ارتفع الدم. إذا تلاحظ أنه هذا الكيرف ماتي الخط المنقط اللي هو عندي الآن الأربع حالات اللي قلتها مقارنة بالخط المتصل الطبيعي بدون زيادة، شو راح ألاحظ؟ أول ملاحظة راح ألاحظ أنه المين سيستميك فلويد بريشر زاد من 7 صار 9، إذا الفارق زاد. هاي واحد. إذا تنزل خط على كل نقطة من النقاط وتحافظ على ثبات في الأتريال بريشر تلاحظ أن الفينس ريتان زاد. لاحظ أن السلوب ماتي، كلمة السلوب يعني الزاوية ما تغيرت. ليش؟ لأن الخط ماتي كان موازي، من موازي معناته أنه زاوية الميلان صارت ثابتة، إذا صار عندي ثلاث تغيرات. مين سيستميك فيلينج بريشر زاد؟ زيد الفينس ريتيرن ولكنه حافظنا على السلوب مات الكيرف ماتي. جميل. شو التفسير؟ هنا التفسير مالتنا أكو مسألة مهمة جدا لازم أخليها على بالي، أنه أنا الأرتري من أفرقه من الدم شو راح يصير بي؟ ينطبق ينسد. وين شو قلنا؟ الفين راح ينطبق. طيب من أبدي أنطي دم راح يبدي ينفخ الجدار مات الفين مات لحد ما يوصل أنه يوصل إلى الحجم الطبيعي والمنطقي مات. هنا البرشر صفر. ليش؟ لأنه الدم هذا ما صلط لي ضغط على الجدار مات الفين، هو فقط فتحه فما صلط ضغط، إذا البرشر بيش قال صفر. فوق هذا الحجم كل ما أزيد أكثر كل ما يدي صلط ضغط على الجدار. تبين علي؟ إذا معناته أنه الحجم الأول راح أسميه unstressed volume. ليش unstressed؟ لأنه ما سوى ستريس على الجدار، ما ولد ضغط، فقط مجرد يا دوب فتح الجدار مات الفين مات. لكنه الحجم اللي بعده صلى ضغط على الجدار فأسميه ستريس فوليوم. لاحظوا؟ طيب شنو الفرق بينهم؟ لاحظ أن الستريس فوليوم ما صلى ضغط بالسيستميك سيركوليشن يمثل 85%. أي شيء إضافي أسمي ستريس وهذا يمثل 15%. أني من ضفت سويت إفيوجن وخل حال أني ما ضفت على الأنستريس لأنه موجود بي، أني ضفت المن إلى ستريس، فبالتالي معناته البرشر بالفين زاد، وهذا اللي يفسر أنه ليش زاد عندي المين سيستميك فيلينج برشر. طيب الآن حسابيا هو واقع الحال شنو اللي صار عندي؟ لاحظ انه امي الان مثل ما نتذكر العلاقه احنا سبق شرحناها اكثر من مره، انه مين سنترال فينس بريشر يتناسب ضديا مع الفوليوم ومع الكومبلاينس، عكسيا مع الكومبلاينس. جميل. امي الحالات الاربعه اللي قلناها شنو هي؟ انه امي بالاساس اول شيء سويت فيوجن وانطيت معناته او بلاد سيدت زيت الفوليوم، من زيت الفوليوم زاد عندي البرشر.
من سوي sympathetic stimulation قللت الكومبلاينس. إذا معناته زاد البرشر. ولهذا السبب هذا هو التفسير الرياضي لزيادة المين systemic feeling pressure. طيب نجي ناخذ شيء آخر. لو انطيت سويت arterial dilatation و arterial constriction بمعنى أنه أنا الآن دا أشتغل على الأرتز. قبل شوية اشتغلنا على الفينز. الآن دا أسوي أنطي فيزو دايليتر للأرتري وفيزو كونستركتر للأرتريز. شو التأثير ما؟ لو سويت فيزو دايليتيشن لاحظ أن هذا الخط الملقط عندي سوالي زيادة في الأرتريال دايليتيشن. سوى بالكيرف ماتي لاحظ أول شيء المين سيستميك فيلينج بريشر بتغير لأنه أنا دا ألعب بالأرتري ما دا ألعب بالفين صح؟ إذا المين سيستميك فيلينج بريشر ما تغير. لكن شنو اللي تغير عندي؟ أنه أساسا الفينوس روتين زاد. ليش؟ لأنه أنت إذا تلاحظ أنه أنا إذا جيت سويت خط مستقيم ونزلت على الأكس أكسس في أي نقطة من هاي النقاط راح ألاحظ أنه زاد عندي الفينوس روتين. لكن لو بنفس الوقت السلوب ما تزاد السلوب باتي زاد فإذا معناته صار عندي ثلاث تغيرات. مين سيستميك فينينج بريشر ما تغير، الفينوس روتين زاد، السلوب باتي زاد، ثلاث أشياء. طيب الآن اتعلمت شنو التغير اللي صار عندي إذا سويت فينو كونستركشن وإذا سويت أرتيريال كونستركشن. طب إذا انطيتهم اثنينهم مع بعض سويت فينوس كونستركشن وأرتيريال كونستركشن شو راح يصير؟ راح تشوف انه التأثير مالتي هو مزيج بين الاثنين. لاحظ هنا الخط الاحمر اللي انا بشوفه هو مزيج من الثنتين. ليش؟ اذا تلاحظ تقارن هذا الخط الاحمر مع هذا الخط ومع هذا الخط اللي هو arterial dilatation واللي هنا عندي الفوليوم لود او الفينو كونستركشن، شو تشوف فيها؟ تلاحظ انه هنا اول شيء في حالة الفينو كونستريكشن زاد المين سيستميك فيلينج بريشر. لاحظ هنا زاد المين سيستميك فيلينج بريشر بسبب ماذا؟ بسبب الفينو كونستريكشن. بنفس الوقت راح تلاحظ انه الارتيريال دايليتيشن الارتيريال كونستريكشن نزلت الكيرف لجوا. لاحظ انه كيف نزل الكيرف لجوا، السلوب مالتي الزاويه مالتي قلت. فاذا تلاحظ انه هذا الخط الاحمر يمثل المزيج من فينو كونستركشن وارتيريال كونستركشن. اخر من الفينو كونستركشن انه قلل زيد المين سيستميك فيلينج بريشر، واخذ من الارتيريال كونستركشن انه السلوب مالتي الزاويه مالته قلت. طيب نجي ناخذ الارتيريال الكارديك اوتبوت كيرف، العلاقه ما بين الرايت اتريال بريشر والكاردياك اوتبوت هي علاقه طبيعيه. احنا شفناها بالفينس كيرف علاقه عكسيه، لكن هنا راح تكون العلاقه طبيعيه. تلاحظ انه كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر كل ما الكاردياك اوتبوت يزيد. طب ليش؟ الان اذا انت زيدت الرايت اتريال بريشر، الرايت اتريال بريشر راح يدفع كميه اكبر من الدم في الليفت فنتريكل، معناته الحجم ما تزاد الفرانك ستالي لوجيكال. من تشتغل الفرانك ستانلي جلوب اللي هو زيادة البريلود معناته زيادة الكارديك اوتبوت. لاحظ شلون؟ إذا معناته أنه أنت تتوقع أنه مع زيادة الرايت اتريال بريشر كمية الدم بالفنتريكل زادت، البريلود زاد، معناته أنه الكارديك اوتبوت راح يزيد حسب قانون فرانك ستانلي جلوب. إذا العلاقة علاقة طردية. جميل. نجي ناخذ الآن إذا تلاحظ انه هذا الكيرف ماتي اللي انا اتكلم عليه هو واقع الحال يشبه الكيرف ماتي الفرانك ستالينج. فعلى الاكس اكسس كل الحكي مالتنا كان فقط على الرايت اتريال بريشر، لكنه واقع الحال انت تقدر تخلي اكثر من مؤشر
على الاكس اكسس بما فيها انه سنترال فينس بريشر والبريشر بالليفت اتريوم والبريشر بالرايت اتريوم عندك الانسيستوليك فوليوم الانسيدايستوليك بريشر للرايت فنتريكل هذه كلها هي بما مجموعها هي مؤشر واحد لان واحد مربوط بالله على الاكس واي اكسس ايش راح تخلي فينس ريتيرن وكارديو فانت تقدر تشوف على مدى ضخامه العلاقات لكنه هي فحواها وواحد اللي هو بين قوسين فرانك سالمون. طيب على المدى البعيد الان واحد يقول لي زين دكتور احنا بدنا نحكي على الكاردياك اوتبوت مال الكاردياك اوتبوت بالليفت سايد وانت بدك تحكي على الرايت اتريوم لانه مساوي بدك تحكي على سيركوليشن دوره والدوره واحده مربوطه باللوخ ما هو الرايت اتريوم مربوط بالرايت فنتريكل والرايت فنتريكل مربوط بالبلمونري ارتري البلمونري ارتري مربوط باللنج واللنج مربوط بالبلمونري فين والفين مربوط عندك بالليفت اتريوم والليفت اتريوم مربوط بالرايت بالليفت فنتريكل والليفت فنتريكل مرتبط بالكاردياك اذا معناته انه انت من دفعته من الرايت اتريوم وصلته الى الليفت هو عندك صار عندك كاردياك يعني شيء مربوط بشيء لعشان اذا معناته منطقيا انه انت التغيرات في الرايت اتريوم ستيب باي ستيب راح ينتهي بان زايد الكارديك اوتبوت اللي راح يطلع من الليفت سايد لانه شيء مربوط بشيء طيب نجي ناخذ الان الرايت اتريال بريشر اذا تلاحظ انه الكارديك اوتبوت كيرف راح يوصل الى بلاتو ما يزيد بعد وراها طب ليش؟ بقول الكومبلينس لأنه إحنا بسبب أن وضحنا قلنا يا أخوان أنه الكاردياك ماسلز مو مثل سكليتال ماسل أنه أنت من الشدة زايد السكليتال ماسل راح ينفك المايوسين عن الأكتين هذا ما يصير عندنا بالماسلز بالمات الكارديك ليش؟ لأنه أساساً هي توصل إلى مرحلة بعد ما تنفصل ليش؟ لأنه كمية الفايبرز بالكارديك ماسلز أكبر من الفايبرز مات المسلز ولهذا السبب من تشوي تشوف انه من تاخذ سيخ بقلب يكون يحتاج الى وقت كبير حتى ينشوي بينما من تاخذ لحمه الفخذ ينشوي اسرع صح؟ ليش؟ لانه الفايبرز اللي موجوده في عضلات القلب كميتها اكبر من سكليت المسلز فتنشوي اسرع فلذلك الكيرف مالتي ما ينزل لجوه طب انت ينزل لجوه هنا نرجع الى الموضوع اللي تكلمنا عليه فيما يخص الكورونري سيركوليشن لاحظ انه اني كل ما يشد الهارت كل ما معناته يضغط اكثر على الكورونري سيركوليشن فمعناته انه من توصل الى مرحله ينقطع تماما كميه الاكسجين اللي توصل هيك حاله ينهار ذاك الوقت ذاك الوقت يلا ينزل الكيرف مالتي لجوه طيب نيجي ناخذ الان ما هي العوامل اللي سبب لنا زياده في الكاردياك اوتبوت تلاحظ انه تقارن بيناتهم انه انا هنا زاد عندي الكاردياك اوتبوت لكنه ستيل يوصل الى مرحله البلاتو هنا قل عندي الكاردياك اوتبوت راح ندرس الان ما هي العوامل اللي سبب لنا زياده في الكاردياك اوتبوت او نقصان في الكاردياك اوتبوت الزيادة ممكن تكون نتيجة بسبب زيادة الإميتروب أو الكونتراكتيلتي زيادة الهارت ريت decrease in the afterload increase in diastolic compliance nerve excitation اللي هو sympathetic stimulation and parasympathetic inhibition كذلك أنه إحنا الآن لازم أيضا الهارت هايبرتروفي وإحنا سبق أن قلنا أنه زيادة الهارت ريت ممكن أن يفيدني أن يزيد الكاردياك أوتبوت على اعتبار أن الستروك فوليوم في الهارت ريت يزيد الكاردياك أوتبوت هذا ثيوريتيكلي لكن أوصل إلى مرحلة بسبب التناقص مات الدايستوليك تايم الكاردياك أوتبوت راح يقل ولهذا السبب إحنا قلنا بأي تكي كارديا هو ما مفيد ليش ما مفيد؟ لأنه أنا أوصل إلى مرحلة بدل من أن يزيد الكاردياك أوتبوت راح يقل عندي الكاردياك طبعا وهذا الى اسباب اخرى وبرمضات اخرى انه راح يصلني الى مرحله راح تجهد العضله القلبيه اذا استمر هذا لفتره طويله ينتهي بهارت فيلير ولهذا السبب لهذا السبب راح نشوف انه اي مرض اي مريض عنده فنتريكولار تاكيكارديا او سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا
سواء كان سببها اتريال فيبريليشن، فنتريكولار فيبريليشن، سوبرا فنتريكولار تكيكارديا، ينتهي بهارت فيلر. اوكي؟ طيب. نجي ناخذ الاسباب العكس من عندها، وين تو ديكريس ان ذا هارت كارديا كول. تأكس كل شيء. يصير عندنا ديكريس ان ذا هارت كارديا كول على العكس، اذا صار عندنا انكريس اوف اتريال اجونست اجينست ذا هارت مسل بامب. Inhibition of nerve excitation, pathological factors اللي سبب لنا increase and decrease in the heart rate, coronary artery block, valvular heart disease, congenital heart disease, myocarditis, or cardiac hypoxia. طبعا احنا متفقين انه زيادة في الهارت ريت يزيد الكارديك اوتبوت الى حد ما نوصل الى البلاتو. نقصان الهارت ريت الكارديك اوتبوت يوصل الى مرحله، اذا قل ايضا يوصل الى مرحله، يوصل الى بلاتو بعد ما ينقص اكثر. لهذا السبب حقيقه الامر ايش قد ماكسيمم كارديك اوتبوت ممكن ان نوصل عنده تفرق من كتاب الكتاب. والسبب هو مو الفروقات الفسيولوجيه بقدر ما هي الفروقات بين شخص الى شخص. بمعنى انه اني الانسان من يكون ضخم ولا مترين وكل عضلات القلب ما تصير هالكبر قد ما القلب مالت البقره، بينما من واحد رفيع ناعم نزوكي صغيروني القلب ما تمجدد القلب مالت البيبي اكيد الكارديك اوتبوت يفرق واحد عن الاخر. ليش؟ لانه العمر يفرق، السايز مالت البادي يفرق، الفيزيولوجيكال تريننج والاكسرسايز تريننج يفرق، هذا كل عوامل اللي تحدد ايش قد الماكسيمم كارديك اوتبوت اللي ممكن يصير عنه. ولهذا السبب تشوف أن أكو فروقات بين الكتب. ناس توصل لك يا 25 لتر بالثانية الماكسيمم، ناس توصل لك يا 13، ناس توصل لك يا 20. طبعاً أكيد لأنه أكو عندنا فروقات فردية تعتمد على كثير من العوامل هي اللي تحدد إيش قد الماكسيمم كارديو أوتبوت. يعني أنا ما لعب رياضة، الماكسيمم كارديو أوتبوت ما يوصل، يوصل 10 12. بينما واحد صار مثلاً بطل عالم بالدرجات، بطل عالم الدرجات على سبيل المثال، إنه القلب ما تك كبير أكبر من القلب ما تكثر. فلذلك الكارديو اوتبوت مالته كبير، ولهذا السبب تشوف انه رستنج هارت ريت مالته 37. 37 خير يعني اني بالاساس يعني اذا اريد يوصل الهارت ريت مالتي هو الكارديو اوتبوت مالته 3 اضعاف مالتي. اوكي؟ ايش اللي يفضل منهم ولا سرعه القلب؟ نعم ايش اللي يفضل بالقلب منهم ولا العضلات؟ اثنيناتهم. ثيناتو لأنه أنت بالأساس كل ما تلعب رياضة الفينس روتين راح يزيد فيتوسع القلب، بس حتى يدفع هذا القلب لازم يصير بهايبرتروف، فثيناتو يزيد. على إذا جمعنا الثنتين مع بعض، إذا جمعنا الثنتين مع بعض راح تلاقون بنقطة هي نقطة الإكوليبريم. هاي النقطة مالتي اللي هي تساوي 5 لتر بالدقيقة الواحدة عندما يكون الارتيريال بريشر مالتي بين الصفر والاثنين. ليش؟ احنا قلنا احنا هو زائد 2 ناقص 2 اخذنا صفر كمتوسط، وطبعا هذا احنا قلنا يتاثر بها ايش؟ يتاثر كميه الفينوس ريتم، راح يتاثر بها الانسبيريشن والاكسبيريشن، فلذلك ايضا تلقي الارقام مختلفه بين الكتب مالتنا. قسم يقولون يربطون الصفر مع الخمسه لتر، قسم يربطون 2 مع الخمسه لتر، بغض النظر عن الارقام يعني احنا ما ناخذها، بس احنا المهم انه احنا النقطه الاساسيه انه كمتوسط تقريبا خلينا نقول بغض النظر عن بلس ماينس، اذا اخذنا الصفر فالصفر راح يويا من التقاطع ويا 5 لتر بالدقيقه الواحده اللي هو كمتوسط الكارديو اوتبوت للميل ادلت ميل ادلت افريج هايت. اوكي طيب لو افترضنا انه هذا المزيج مالتنا اللي احنا نتكلم عليه زيدنا الكارديو كونتراكتيليتي، ولاحظ انه احنا بالهيمودايناميك اللي مع الاسف الشديد قسم من الطلاب ما قرأوا المحاضرات مالتنا ودخلوا الامتحانات قريبا، احنا سبقا قلنا انه احنا راح ندرس انه التاثير مالت زياده الكونتراكتيليتي مع ثبات الافتر لود وثبات الفريدو. وش احنا قلنا؟ هنا أنا ايضا راح نشوف التاثير مع زياده الكونتراكتيليتي على الكارديك اوتبوت مع ثبات الافتر لود وثبات الفريدو. طبعا هذا الحكي ثيوريتيكال ما يصير عندنا بالهيومن، احنا بدنا نحكي ثيوريتيكال. لو افترضنا ثبتنا البريلود وثبتنا الافتر لود وزيدنا الكارديك كونتراكتيليتي ايش راح يصير عندنا؟ لاحظ انه الكيرف مالتنا راح يزيد، هذا انكريس كونتراكتيليتي، فنقطه الاكوليبريم زادت من نقطه اي الى نقطه بي. شو السبب؟ ليش عندي زاد النقطة مالتي؟ لاحظ انه هذه النقطة دي
اذا سقط على الاكس اكسس جت قيمه الاتريال اتريال بريشر صار صفر. بينما النقطه بي العفو النقطه بي نقطه اي صار تقريبا واحد. اذا معناته انه الان مالتي هو قل عندي الاتريال بريشر. من قل عندي الاتريال بريشر مع ثبات السيمين سيستميك فينيك بريشر الفرق زاد، الفينس ريتيرن زاد، فالكارديك اوتبوت زاد. تمام؟ اعيدها مره ثانيه، لاحظ انه الان اني من زادت عندي السيمين سيستميك فينيك بريشر الفرق زاد، الفينس ريتيرن زاد، فالكارديك اوتبوت زاد. تمام؟ اعيدها مره ثانيه، لاحظ انه الان اني من زادت عندي الكونتراكتيليتي انتقلت من نقطة A إلى نقطة B. كونتراكتيليتي زاد. شو السبب؟ شنو التفسير؟ إذا أسقط النقطة A على الأكس أكسس راح ألقيها الأتريال بريشر واحد. والنقطة B من أسقطها على الأكس أكسس راح ألقيها صفر. إذا واحد من السبعة ستة. الصفر من السبعة سبعة. إذا السبعة أكثر من الصب 6، إذا معناته أنه الفارق زاد، إذا الفينس ريتيرن زاد، إذا الكارديك أوتبوت زاد. لاحظت؟ وهذه مسألة منطقية، ليش؟ لأنه أنت بالأساس معناته أنه كل ما زيدت الفينس ريتيرن راح تزيد الكارديك أوتبوت. فلذلك زيادة الكونتراكتيليتي لحالها مع عدم زيادة الأفتر لود والبري لود راح يزيد الكارديك أوتبوت. طيب نجي ناخذ زيادة البلد فوليوم. البلد فوليوم من زاد، لاحظ انه انا نقطة مالتي اي اللي هي 5 لتر زادت من نقطة اي الى نقطة بي. طيب هنا ايش راح يصير عندي؟ لاحظ انه انا شنو اللي صار عندي؟ انه انا المين سيستميك فيلينج بريشر زادت من السبعة الى التسعة. طب من زادت من السبعة الى التسعة شنو معناته؟ يعني المين سيستميك بريشر زاد، معناته الفارق عن الضغط عن الاتريال زاد، معناته الفينس ريتيرن زاد، معناته الكارديك اوتبوت ايضا زاد. لاحظ شلون؟ فاذا معناته انه انا الان من زيادة الفينس ريتيرن بسبب زيادة الفوليوم هو الحل زيادة البريلود. هنا مثل ما قلنا انه انا لعبت فقط بالبريلود. ما اثر لا تغير عندي الكونتراكتيليتي ولا تغير عندي الافتر لود. هذا ثيوريتيكال. ليش؟ لانه واقع الحال انه بجسمنا ما يصير هذا الكلام على فكره. ليش؟ لانه راسا اكو ميكانيكيه تعمل على ان ترجع الكارديك اوتبوت مثل ما هي. ليش؟ طيب اول شغله انه انت بالاساس اذا زاد عندك الكارديك اوتبوت واقع الحال البريشر في الارتري راح يزيد، بمعنى انه الهيدروستاتيك بريشر راح يزيد، معناته السوائل من الشرايين راح تطلع تروح الى الانترستيشيوم، معناته يرجع الفوليوم مثل ما هو. نرجع الى ستالينج فورسز اللي تكلمنا عليها في المقدمه مالت الكارديوفاسكولار سيستم بالصف الثاني بالبدايه مالت الانترودكشن. طيب هيك راح يعمل اديما يا دكتور صح؟ راح يعمل اديما؟ تعتمد حسب البول. يعني ممكن يزيد الليمفاتيك درينج ويقلل حسب البولينج. احنا قلنا انه الليمفاتيك يزيد لحدود معينه ويتنشط بالاكسرسايز، بمعنى ولهذا السبب احنا قلنا انه انت المفروض انه بعد ما تقعد فتره طويله بالسياره ويسبب الضغط مالتك، اول ما تنزل من السياره حاول انه تمشي حتى ترجع العضلات مالتك ترجع الديناصور. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني هو شيء اسمه ستريس ريلاكسيشن. شنو الستريس ريلاكسيشن؟ تتذكرون انه احنا بالاساس بالمكانه مالتنا اني في بعض الاحيان من اشرب ماي تتوسع المكانه مالتي اريد اروح للتواليت. اذا حصرتها يصير ريلاكسيشن فتروح البوله مالتي. لكنه بعد ساعتين لا لازم اروح للتواليت ولا بوله على روحي. ليش؟ لان انت وصلت الى مرحله انه المثانه مالتك زاد الحجم مالتها من 150 مل الى 400. استوعبت هذا الحجم بدون ما يزيد الضغط مالتك، هذا شو نقول عليه؟ ستريس ريلاكسيشن. اذا معناته انه الفين لها قدره على ان تستوعب المزيد من الفوليوم بدون ما يزيد الضغط مالتك. هاي السبب التفسير الثاني. التفسير الثالث هو الاوتو ريجوليشن. إذا تذكرون احنا قلنا ان كلمه الاوتو ريجوليشن انه انت الضغط مالتك كل ما يزيد
يحاول انه الراديوس يتوسع. لكنه شو يصير عندنا؟ تنشن، ضغط على الجدار حتى ما يخليه يتوسع، لانه اذا توسع ممكن ان ينفجر الفين والارتري، ما يحاولون ان ينفجروا. ليش؟ لانه راسا عضلات الملساء تتخلص، تزيد التنشن، فبالتالي يتعادل البريشر الزايد مع التنشن الزايد، وذلك من خلال تقليل الراديوس. لانه التنشن يساوي لنا الراديوس في البريشر، اذا زاد البريشر لازم نقلل الراديوس حتى يبقى التنشن مثل ما هو حتى ما ينفجر الارتري. طيب الان بالنسبه لنا هذا كليته، احنا الان انطينا مثالين، انطينا مثال الكارديو كونتراكتيليتي، انطينا البريلود. طيب الافتر لود اذا زاد، الافتر لود اذا زاد بتلاحظ انه الان سويت كونتراكشن بالفين وبالارتري، لاحظ انه انتقلت من النقطة الحمراء اللي هو الكارديك اوتبوت عالي، راح ينقص عندي الكارديك اوتبوت بسبب الافتر لود. واحنا سبق ان قلنا انه يا اخوان الكارديك اوتبوت مالتي لازم يقل اذا زيدت الافتر لود لحاله، مو هيك قلنا؟ العلاقه عكسيه، وهذا سبق ان نوضح اكثر من مره. ولهذا السبب تشوف انه الكارديك اوتبوت نزل من النقطه الحمراء الى النقطه الخضراء بسبب زياده الافتر لود. سويت بالافتر لود انه سويت فينو كونستركشن وارتيريال كونستركشن، لكن هل انه جسمنا راح يبقى هالشكل ينتظر انه يقل عنده الكارديك اوتبوت؟ لا، راح يزيد الكارديك اوتبوت تحت تاثير انريب ايفكت اللي احنا تكلمنا عليه بالمحاضرتين. انريب شلون؟ لاحظ انه انا سديت الارتري، الدم الفنتريكل مدى يطلع او على الاقل يطلع قليل، وين راح يتجمع؟ راح يتجمع بالفنتريكل. بالفنتريكل شو يصير بحجمه؟ راح يزيد. من زاد الحجم مال الفنتريكل معناته وكانه ويجيك البريلود بعد، فالحجم ما يصير مال الفنتريكل. هنا بهيك حاله راح يشتغل عندي فرانك سالوم، يقوم يدفع الدم بقوه اكبر. اذا معناته انه حتى لو زيدت الافتر لود وحده الكارديك اوتبوت بالبدايه يقل، لكن بعد فتره يشتغل الانريب ايفكت يرجع الكارديك اوتبوت مثل ما هو، وهو هذا اللي لاحظه عند المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. اثيروسكلوروسيس فقدان المطاطيه، مما يعني انه المفروض ان الكارديك اوتبوت يقل، لكنه ما يقل. ليش؟ لانه اذا قل راح تشوف انه كل المرضى اللي عندهم اثيروسكلوروسيس صار عندهم ساينوسيس. شنو ساينوسيس؟ قل كميه الاكسجين للدم للجسم، لكنه ما يصير عندهم. طب ليش؟ لانه انت الان كل ما يصير المقاومة أكبر بالأرتري، كل ما يتوسع الجدار مات البنتريكل، كل ما معناته القوة ما تزيد، وبالتالي حتى يحاول أن يدفع. لهذا السبب تشوف أنه كل المرضى اللي ما يتعالجون وعندهم ارتفاع ضغط الدم يصير عندهم بنتريكولر هايبرتروفي. طيب الآن ما هو التأثيرات؟ إذا جمعنا نريد نشوف شنو التأثير مالت السمباثيتك ستيميليشن على الكارديك اوتبوت. سمباثيتك ستيميليشن احنا متفقين على انها تسبب لنا زيادة الكونتراكتيليتي ويزيد الهرم، صح؟ وسمباثيتك انهبيشن يقل الكونتراكتيليتي ويقل الكارديك اوتبوت. شو يصير عندنا معناته؟ إذا أنت زادت الكونتراكتيليتي وزاد الستروف فوليوم وزاد الهارت ريت راح يصير عندك يزيد الكارديك اوتبوت، صح؟ طيب خلينا نشوف الكيرف اللي امامنا الان. نقطة اي النقطة الحمراء هذا النورمال كارديك اوتبوت اللي هو تقريبا 5. سويت سمباثيتك ستيميليشن. تلاحظ ان النقطة مالتي مالت الايكوليبريم زادت من النقطة اي الى النقطة سي، واذا زويت مور سمباثيتك ستيميليشن زادت من النقطة سي الى النقطة دي. خلينا ناخذ النقطة دي اللي هي ماكسيمم سمباثيتك ستيميليشن. ايش راح تلاحظ؟ راح تلاحظ انه الفينس ريتيرن كيرف المين سيستميك فينيد بريشر زاد، وهو يشبه هذا الكيرف اللي احنا حكيناه قبل شوي. نفس وبنفس الان الكونتراكتيليتي زادت، فتلاحظ انه الكارديك اوتبوت كيرف زاد هذا، وهو يشبه الكيرف اللي احنا حكيناه قبل شوي. لاحظ؟ فمعناته انت من سويت سمباثيك ستيميليشن سويت فينو كونستركشن زيد تلمين فيلينج بريشر، الفارق زاد البريلود زاد.
من سويت arterial constriction وsympathetic stimulation واقع الحال زيادة الكونتراكتيليتي زيادة الهارت ريت كارديو اوتبوت زاد. فتشوف انه الكيرف مالتي لاحظ انه الكيرف الاحمر هذا بالكارديك اوتبوت زاد الكونتراكتيليتي قوم زهنا. الفينس كيرف مالتي اللي هو هذا واللي مين سيستميك فلويد بريشر هو كان 7 صار كذا صار 17. اذا معناته انه زاد عندي البري لود زادت الكونتراكتيليتي. هنا واحد يقول لي زين ما هو يزيد عندك الافترلود، نعم لكنه مقدار الزياده بالكونتراكتيليتي والبريلود يتغلب على الايفكت مالت الافترلود. طيب نجي ناخذ سبيشال سيركوليشن واحد من عدوم السكن. يمكن اكو كثير من الناس تتفاجئ، مو الكل، قسم من الناس تعرف هاي المعلومه انه اكبر اورجن عندك بالجسم هو السكن، اكبر واحد واكبر من اكبر اورجن موجود عندك بالسكن. السكن هو عاده العازل الطبيعي بين الانترنال انفايرمنت والاكسترنال انفايرمنت. واحد من اهم الوظائف مالته انه يحافظ على درجه الحراره من خلال الفيزودايليتيشن والفيزوكونستريكشن. فالفيزودايليتيشن ساعدنا على خفض الحراره من خلال خسارتها بالجو او يسوي لنا فيزوكونستريكشن يقلل الحراره اللي نخسرها وبالتالي يحافظ على درجه حراره الجسم. كيف يتم هذا العمل؟ إذا تباوع أنه عملياً توزيع الفيسلز مالتنا، إحنا هنا نسميها Pre-Capillary Capillary. هاي Pre-Capillary Capillary هي المكان اللي تكون عادةً بين الدم مالت السكين مالتي، فتكون قريبة جداً. مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه الديرمس بي بلوت سبلاي، الإبيديرمس ما بي بلوت سبلاي. الإبيديرمس there is no blood supply. طبعا هنا اذا تباوع هاي المنطقه هي المنطقه اللي تكون اقرب ما يمكن الى السطح الخارجي، فعمليا هاي البلد فيسلز هي اللي مسؤوله عن شغلتين. الناس اللي بشرتهم بيضاء تلاحظ انه الجلد مالتهم يميل الى الحمرة. ليش؟ لانه هو يعكس كميه الدم اللي موجوده جوا البشره. فبالتالي معناته لون الدم هو اللي ينطيك لون المرار اللي موجود ذوي البشره البيضاء المائله الفاتحه. تعرفون؟ والسبب ليش؟ لانه قرب البري بابيلري كابيلري من سطح السكن مالك. طيب ما هي اهم العوامل التي تتحكم بكميه الارتيريال او بلود سبلاي تو ذا سكن؟ مع الاخذ بنظر الاعتبار انه كميه الدم بالسكن تتراوح ما بين 1 مل الى 150 مل. 1 إلى 150 يعني كمية الدم اللي تزيد في البلس سكين ممكن أن تزيد 150 مرة. ليش؟ لأنه إحنا نحتاج أنه من تيجي تخلي لستة بالأورجن المهمة أول شيء يضحي بالجلد يضحي بالإنسان هو الجلد. ليش؟ لأنه أنت واقع الحال تضطر أن تسحب من الدم لأنه هو الأقل أهمية على حياتك من مقارنة بالكوروناري والسيربروسيركوليشن. فأول مكان تسحب من عند الدم هو السكن. ولهذا السبب شوف أن المرضى اللي عندهم شوك أو هايبوفوليميا أو هايبوتنشن يصير الجلد مالتهم ما إلى الصفرة. ليش إلى الصفرة؟ بسبب أنه أنت سحبت من عندهم الدم واللون الإحمرار اللي إحنا قلنا عليه قبل شوية صار لون بيل. بيل يعني فاتح ما إلى الصفرة. من يتحكم بكمية الدم بالجلد هو الكابيلاريز والبري كابيلاري سفنكترز. فبالتالي معناته انه انت اذا فتحت البري كابيلاري فاتت كميات كبيرة من الدم صار الجلد مائل الى الحمرة، كمية الدم اللي توصل للسكن وايد. من اللي يتحكم بها؟ يتحكم بها شغلتين، ميتابوليك اند نيورولوجيك. سمباثيك وبارا سمباثيك تفتح وتسد. ميتابوليزم كمية الاحتياج مالت الجلد مالته تفتح وتسد. هذا أول عامل. العامل الآخر هو التمبريتشر. فتشوف أنه بالصيف الدمارات مال إيدك والفينات كلش واضحة بالشتاء ما تبين. طب ليش؟ لأنه أنت بالأساس هو تعتمد حسب أنه درجة الحرارة مالتك ايش قد وحرارة الانفايرمنت.
فيصير عندك فيزودايليتيشن من خلال الثيرمال دايركت ثيرمال ايفكت. هذا الايفكت مالتنا لا يمر عبر السمباثيتك، تاثير مباشر لا يمر عبر السمباثيتك. لا يمر عبر لا يمر، بمعنى انه اذا زيدت الحراره صار عندك دايلكت، قللت الحراره صار عندك دايلكت. هذه الحراره الان ممكن التاثير ما تكون بريفرالي او سنترالي. شنو معناته؟ يعني انت اذا جيت خليت ايدك خليتها ماي ثلج صار عندك فيزيكال، اذا جسمك كله برد صار عندك فيزيكال، فهو سنترال او بريفرال. اوكي طيب، واحد يقول لي زين والسمباثيك؟ نعم السمباثيك يأثر، ما مختلفين احنا، لكن السؤال هو انه شو يصير عندي؟ اكيد السمباثيك ستيميليشن يسوي فيزو كونستركشن، سمباثيك دايليتيشن يصير عنده سمباثيك انهبيشن. مع الاخذ من هذا الاعتبار اذا ترجعون الى المحاضره مات الاوتونومي، انا سبق ان قلت يا اخوان انه السمباثيك كليته هو ادرينرجيك باستثناء مكاني سكليتال والسكن، هذولا كولينرجيك، والكولينرجيك هو دايليتيشن. اوكي لكن مثل ما راح نشوف محاضرتنا الجايه انه واقع الحال انه بالسكن موجود عندنا ادرينرجيك سمباثيك وعندنا كولينرجيك سمباثيك، فالاثنين موجودين. السؤال هو المهم ايهما اهم، هل الميتابوليك ام السمباثيك؟ يعني احنا شفنا بالسكليتال شفنا ان الميتابوليك اهم من السمباثيك، بالسكن بالعكس السمباثيك اهم من الميتابوليك. ما فيش ميتابوليك يحتاج التحكم بكميه الدم، بمعنى انه الان انت من ينزل الضغط مالتك نتيجه انه صار عندك حادث سياره ونزفت، انت ايش راح تختار؟ انه زيد السمباثيك حتى زيد الكونتراكتيليتي حتى زيد الهارت ريت حتى زيد البلد بريشر، ولكن وياها سوي لازم تسوي فيزو كونستركشن حتى تسحب الدم من المكانات المو مهمه وتدفعها الى المكانات المهمه. اذا السمباثيك مهم عندي وهو اهم من الميتابوليك. اوكي طيب نوقف اليوم هنا.